واش على سنة من كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت نتكلم على واحد البلان تاع الانتباه ديالي في التعليقات ديالكم، هي الضريبه ديال الارباح العقاريه اللي هي الضريبه ديال البيع. دونك في اي عمليه بيع كيكونوا ثلاثه ديال الاطراف: الموثق، البائع، المشتري. المشتري بلانو سهل، كيحط فليسات عند الموثق، والموثق كيضمن له انه يوصل له الفليسات للبائع ويعطيه العقار ديالو بالوريقات ديالو. اما البائع تابعين بلانات كثار منهم هاد الضريبه ديال البيع، يعني داكشي اللي غايبيع الدوله خصها تهز واحد البارتيه من داكشي اللي غايبيع. ديجا درت واحد الفيديو ديال الانيميشن يعني الجرافيك وكان مزروب، يعني بزاف ديال الناس ما فهموش شنو كنقول وتنسمح، يعني كاين بزاف ديال الناس، كاين اللي ناس اجي وكاين الناس اللي ما كيفهموش الهضره بالزربه، يعني حتى ديك اللارغو باش كنهضروا ما كيفهموهاش. دونك نحاولوا نبسطوا الامور في هذه الحلقه. دونك انت كبائع عندك واحد عقار من الصنف ديال الاراضي المبنيه كتخلص عليها 20%، هذا الامر يعني مفروغ منه عارفينه كاملين. الاراضي الغير مبنيه اللي كاينه في المجال الحضاري حتى هي تتخلص عليها واحد النسبه الى بعتيها. النسب كتختلف على حسب المده الزمنيه. نعطيو مثال باش تفهم كلشي. ارض غير مبنيه في المجال الحضاري كانت هذه الارض عندك المده قل من 4 سنين راه كتخلص عليها 20%، ولا كانت عندك المده ما بين 4 سنين و 6 سنين كتخلص 25%، ولا كانت عندك هذه الارض هذه كدوي عليها اكثر من 6 سنين راه كتخلص عليها 30%. كيفاش كيحسبوا؟ كاين تحيين العقار، كاين النويطات، كاين العيبات كيديرهم الموثق، كيشد الثمن ديال البيع باش الاول اللي كان يعني باش شريتي انت والثمن باش تبيع دابا. دونك هو كيقارن عمليه الشراء الاولى مع عمليه البيع اللي غتبيع انت باش شريتي وباش بعتي. هذاك الفارق اللي تيكون بيناتهم تما كتكون الخدمه ديال 20% 25% 30% اللي كيقطعوا لك على حساب السنوات. دونك هاد البلان ما تبرزتش بيه راسك كيديروا الموت. من طبيعه الحال كاين واحد البلانات اللي كتعفى من هذا الشيء كامل وما كتخلصش الضريبه ديال المرابحه، يعني الضريبه ديال الارباح العقاريه. وكاينين خمسه ديال الحالات اللي ما تتخلصش فيهم. تبع معايا. الحاله الاولى هو واحد السكن اللي هو سكن رئيسي، يعني ما عندكش شي حاجه اخرى من غير داك السكن، ساكن في ديك الدار اكثر من 6 سنين بالدلائل، يعني بشهاده اداريه بانك ساكن فيها 6 سنين والفواتير ديال الماء والضوء ولا الضريبه ولا الموثق باش تعفى من الضريبه ديال البيع ديال ديك الشقه في النهار تبغي تبيعها. دونك هذه هي الحاله الاولى وهذو هما الشروط ديالها. دار كسكن رئيسي بلس 6 سنين وانت ساكن فيها زائد الوثائق اللي كيدلوا على هذا الشيء اللي كتقول. الثانيه هو السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي خاص تكون ساكن انت فيه 4 سنين والمساحه ديالو كما كنعرفوا بين 50 متر حتى 80 متر، ديالو ما يكونش كيتجاوز 25 مليون. حتى في هذه الحاله من طبيعه الحال بالوثائق كما دارت الضريبه في الاول، يعني فواتير ديال الماء والكهرباء، شهاده اداريه باش تعفى من هذه الضريبه ديال البيع. البارتي الثالثه هي المجموع ديال المبيعات ديالك في العقار في سنه كامله ما يتجاوزش 14 مليون ديال السنتيم، يعني 140 الف درهم. مثال عندي واحد البقعه ولا شي لعيبه عقاريه بعتها ب 10 ديال المليون، دازت واحد شهر ولا شهرين في نفس العام بعت شي لعيبه ب 30 الف، ما ديباسيتش 140 الف درهم اللي هي 14 مليون. فهاد 10 ديال المليون وهاد 3 ديال المليون ما نخلصش عليهم الضريبه في مره. البارتي الرابعه هما التويتات بنور عوض، كيف بحال الدوناسيون، يعني الهيبه والصدقه، يعني الصدقه والهيبه يكونوا للعائله الاصول ولا الفروع. دونك انا غنهيب ولا غنصدق على ولدي اختي مي جدي، دونك الاصول والفروع. فهاد العمليه هادي ما كتخلصش الضريبه. جيب ما يثبت بان هذاك اللي فوتتي له راه من الاصول ديالك ولا الفروع ديالك، باش نكونوا واضحين. البارتي الخامسه هي الارض المشاعه، يعني ارض فلاحيه من طبيعه الحال، يعني قرويه في المجال القروي، فيها بزاف ديال الورثه، وما بين الورثه بداو كيتفاوتوا. مثلا عائله انا خالي عمي جدي وبدينا كيتفاوتوا، انا عطيت لعمي فوت له بواحد يعني بواحد المبلغ، دونك ما بيناتنا اللي كنا كنتفاوتوا هي ما بيناتنا كنعطيه النصيب ديالو ونخرج من ديك الارض، راه ما كنخلص حتى شي حاجه، كنتعفى من الضريبه. مثلا هادو هما الحالات ديال الاعفاءات اللي ما فهمش شي بلان شي لعيبه يقد يكومونتي لي ولا يسول، وان شاء الله تكون الاجابه اللي عرفنا هي ما عرفناش غنحلوها لشي واحد اللي عارف وغيجاوبنا وغنجاوبك باذن الله. ما تنساوش تدعمونا بالشراء، كيعجب وتعليق، راه الدعم ديالكم كنزيدو للقدام. وما تنساوش السيت ويب اللي صاوبنا لابليكاسيون غنخليها لكم تحت اللينك، دعمونا، دخلوا لها ديروا لها الداونلود يعني في التليفون ديالكم، هي خاصه بالبيع والشراء، يمكن لكم تستعملوها، يمكن لكم تحطوا فيها المنتجات ديالكم، جربوها وقولوا لي شنو كاين. حلقتنا سالات والميساج راه وصل. تشاو.